ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي والإعلامي. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. إذن يعني العالم كله يشهد موجة حر أدت إلى بالتأكيد انقطاعات كثيرة في التيار الكهربائي ليس فقط مصر. برأي حضرتك هل هناك أسباب أخرى بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي أدت إلى هذه الانقطاعات؟ يعني خليني أقول لحضرتك قبل ما نصل إلى يعني استعراض خريطة ما يحدث في العالم بالنسبة لتخفيف الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية، انه نبص شوية على الوضع في مصر، لانه الحقيقة احنا قدام ثلاث حقائق لابد من توثيقها وتسجيلها. الحقيقة الاولى انه انقطاع الكهرباء بهذا الشكل هو بيشكل معاناة ضخمة جدا يعني عدد كبير جدا من المصريين. بنتكلم على ناس في محافظات مختلفة، بنتكلم على ناس في القاهرة، يعني الحقيقة المصريين جميعا الآن يعانون من انقطاعات الكهرباء اللي الحقيقة يعني خلال الأيام الأخيرة يعني لم تكن منهجية بقدر كافي. يعني الناس ارتبط خلال الفترة اللي فاتت إنه يبقى في ساعتين، لكن بقت في بعض البيانات المتضاربة أو البيانات اللي ما بتتمش توظيفها بشكل كامل، وده أمر لابد من الاعتراف فيه. وقد يكون النهاردة مثلا اعتذار وزارة الكهرباء وزارة البترول للمصريين أمر أنا كنت شايفه لائق وموفق جدا، لأنه هذه معاناة لا يمكن أن يتجاهلها أحد أو أنه يتنكر لها أحد. دي الحقيقة الأولانية. الحقيقة الثانية أنه يعني أسباب انقطاع الكهرباء في مصر بهذا الشكل أمر يمكن معقد شوي. يعني نحن نشترك مع العالم كله في المعاناة من التغيرات المناخية ومن الارتفاعات الجنونية في درجة الحرارة. هذا الاشتراك فبيؤدي لنا أنه كما يخفف العالم الأحمال فمصر أيضا تخفف الأحمال، لكن لابد أن نضيف إلى هذه الحقيقة ولهي مشاركة مصر مع دول العالم الأخرى في المعاناة من التغيرات المناخية، أنه أنا عندي أسباب تخصني. يعني عندي أسباب منها مثلا أنه وهذا أمر يعني يعرفه الجميع اللي هو توفير العملة الصعبة للإستيراد الوقود اللي بشغل بيه المحطات الكهربائية. هذا أمر يعني يعرفه شو أمر اللي احنا يحصل. دكتور محمد يعني هل لك أن تبقى في مكان يعني به شبكة لنستطيع نستمع لحضرتك؟ الصوت كده أوضح؟ فضل يا فندم، فضل نسمع حضرتك كويس. دي الحقيقة الثانية، إنه في أسباب منها يعني عدم توفر يعني العملة الصعبة لاستيراد الوقود. أيضا لدينا احنا أسباب يمكن تلقي ظلالها توضيحها يعني يحتاج إلى مزيد من التفصيل، تتعلق بالطوارئ فيما يتعلق بالأمن القومي في مسألة غزة ومسألة ما تفرضه هذه الحرب علينا من ضرورة استعداد لمواجهة أي سيناريو قادم. هذا أيضا يعني له ما له، ويمكن يعني خبراء يتكلموا في هذا الأمر، لكن دي نقطة مهمة جدا. الحقيقة الثالثة اللي برضو لازم نتوقف قدامها هو تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، وهنا لابد من إلقاء لوم واضح جدا على الحكومة في إدارة الأزمة، مش حتى بس فيما يتعلق بتوفير الكهرباء وهذا أمر ضروري، ولكن في إدارة هذا الموضوع والتعامل مع المواطنين. يعني الحكومة عندما تكون واضحة جدا وتستبق الحدث ويعرف المواطن من الحكومة من رأس الحكومة شخصيا أنه ماذا سيحدث، أعتقد أن المواطن هنا يمكن أن يقدر المسألة. نعم. لكن أنه طيب يعني هل اقترحتم دكتور محمد من خلال هذا التقرير أي مقترحات لإدارة هذا الموضوع تحديدا؟ احنا بالأول بهذا التقرير اللي بتتكلمي يعني 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 يمكن أنه احنا نبقى شايفينه مع بعض سوا على الشاشة، أنه في مناطق كتير جدا في العالم بتعاني هذه المعاناة اللي احنا بنعاني منها. يعني في دول اوروبا المطارات واشارات المرور والمترو بتتعطلت لساعات، السواح هناك بيعانوا من اغلاق المحلات من
الحانات والمطاعم لساعات عديدة، خمس ساعات متواصل في القطاع في الولايات المتحدة، وفي دعوات هناك لخفض تشغيل الأجهزة الكهربائية. في الإكوادور مثلا في معاناة من انقطاع الخدمة عن 18 مليون نسمة، مترو العاصمة تعطل وأحدث أزمة كبيرة جدا. عندنا في المنطقة العربية تخفيف أحمال في الكويت وتونس والعراق وسوريا. احنا كنا بنحاول نوصل لينا احنا كمصريين انه احنا قدام ازمه، هذه الازمه ليست ازمه خاصه بمصر فقط، ولكن هي ازمه عالميه بدليل كل هذه المعاناه. يمكن اقول لحضرتك انه في تحركات خلال يعني يمكن الساعات القادمه انه من الحكومه لتخفيف هذه الازمه بدرجه كبيره جدا، يعني يمكن ان نتيجه انه ما يقوم به الاعلام وما يتحدث به الاعلام عن هذه الازمه، معاناه الناس يعني الناس في الدوله المصريه، المسؤولين في الدوله المصريه يستمعون جيدا الى هذه المعاناه ويستمعون جيدا لما يقوله الناس، وده اللي يخلينا نقول انه خلال ساعات قليله ان شاء الله في اجراء مهم جدا هتقوم به الحكومه. أعتقد أنه ممكن. طيب هل لك أن تفصح لنا دكتور محمد عن هذه التحركات للحكومة المصرية لحل هذه الأزمة والتخفيف من حدتها؟ بالتأكيد المواطن المصري ينتظر حل لهذه الأزمة أو حتى تحديد أوقات لتخفيف الأحمال. يعني على الأقل إحنا قدام مرحلة الحكومة هتعلن عنها خلال ساعات أنه بالهبوط بعدد ساعات انقطاع الكهرباء يمكن الى يعني على الاقل نصل الى او نرجع للحد الاول لحد الساعتين، يعني ده الاجراء الاول اللي الحكومه ممكن بتفكر فيه الان او بتوفر الاعتمادات او بتقدم حل جزئي لهذه الازمه، انه الحكومه شغاله في ده، وبيقول لحضرتك خلال ساعات يمكن ان يتم الاعلان عن ذلك، والخطه اللي على اللي بعد كده ازاي ان انا احاصر هذه الازمه بشكل كبير. احنا قدام أزمة لابد أن نواجهها جميعا، يعني هنا فكرة أن الناس تستسلم لبعض الشائعات هنا أو هناك أو تستسلم لكلام بيقال أو بيردد، لا، احنا دولة مرينا بتحديات كبيرة جدا، مرينا بأزمات كبيرة جدا. الأحداث اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت ألقت بظلال على الوضع الاقتصادي، يعني ما يحدث الآن ليس فجائي، ما يحدث الآن نتيجة لتراكمات كثير من المشاكل. طيب أخيرا دكتور محمد، يعني دعني أستغل وجودك معنا في هذه النشرة، بماذا تنصح المواطنين في ظل تخفيف هذه الأحمال حتى تحرك من قبل الحكومة؟ هنا هقول لحضرتك حاجة، يعني في هذه اللحظة أنا بعتبر أنه يمكن أعصاب المواطنين خلال الفترة اللي فاتت يعني كانت مشدودة بشكل كبير جدا. لكن ومع تقديري الشديد طبعا، لان احنا انا وحضرتك واللي بيستمعونا دلوقتي احنا كلنا في مركب واحده، يعني هنا ما فيش مواطن بيعاني ومواطن اخر لا يعاني، لا، احنا كلنا بنعيش نفس المعاناه وكلنا لابد ان يكون هناك دور. انا بتكلم ببساطه شديده جدا انه ازاي انا اساهم في الموضوع، انا عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه انه يعني بقدر الإمكان يمكن أن يتم ترشيد استخدام الطاقة بقدر الإمكان، وهنا كل مواطن يقدر يحط لنفسه الطريقة اللي يرشد بيها الطاقة، لأنه ده مهم جدا، ده الدور اللي أنا أقدر أقدمه كمواطن. الحاجة التانية والمهمة أنه عايز أقول لحضرتك أنه الناس تبقى في جو نفسي في تصعيد ضد الدولة وضد الحكومة. الحكومة ليست خصم في النهاية، هي بتعاني من مشاكل، الدولة ليست خصم للمواطن في النهاية، ولما بنقول احنا بنحل المشكلة سوا، ان الدولة بتحل المشكلة مع المواطن، فهذا امر واقعي. في بعض المنصات وبعض الجهات اللي بتستغل اللي حاصل ده بحيث انها تعمل تصعيد او انها تعمل يعني درع حالة فتنة او احتقان داخل مصر، انا ارجو ان الناس تبقى منتبهة لده، لانه انت هنا اذا كنا بنعاني الآن من أزمة كهرباء يعني ساعات، هذه الساعات ستخف، فإذا كان في استجابة لأي دعوات أو أي شائعات أعتقد أن المعاناة ممكن أن تكون يعني كبيرة جدا. الناس تقدر تقوم بدور، محدش بيطلب من الناس أنها تقوم بحاجة ما تقدرش تعملها، صحيح، لكن إحنا لو بصينا
هتلاقي انه الدولة عليها الجزء الكبير، الحكومة عليها الجزء الكبير، والمواطن ايضا بالتأكيد دكتور محمد عليه دور كبير في تحمل هذه الازمات التي بالتأكيد سوف تعمل الحكومة والدولة المصرية على حلها في اقرب وقت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الباز الكاتب الصحفي والاعلامي على وجودك معنا.